بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم والدنيا بخير. بعد وفاة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان بينه وبين الفتن ألف باب وباب. تاني الخلفاء الراشدين أبو حفص من أقرب صحابة المصطفى وأوفى الأحباب، جامع القرآن الكريم، وضع التاريخ الهجري، صاحب السيرة العطرة والمواقف الحاسمة. مهما تعددت الألقاب هو الصحابي الجليل الفاروق عمر بن الخطاب. بنستكمل مع حضراتكم النهاردة سيرة الصحابي الجليل وأهم المواقف في سيرته العطرة مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. رجل يخشاه الشيطان. نعم. يعني إيه بقى؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. رجل يخشاه الشيطان، ده صحيح، ورد هذا في حديث رواه البخاري ومسلم. الحديث له قصة كده جميلة. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان رحمة، ربنا ادهلنا هدية، صحيح، وما أرسلناك إلا رحمة، مش للمسلمين، للعالمين. لمين يا فندم؟ للعالمين. للعالمين، إنس وجن، مسلمين وغير مسلمين، إنسان وحيوان وجماد ونبات وبيئة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في البيت عنده بعض السيدات يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا النبي الرحمة قال إنما أنا رحمة مهدة، فهم بيحدثوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وربما قاطعنه وربما على صوت بعضهن عليه. فإذا بطارق يطرق الباب، من؟ قال عمر. أول ما سمعوا صوت سيدنا عمر قاموا من المجلس وراء ستارة، بعدوا تماما عن المجلس. فسيدنا النبي ابتسم، لما نص الحديث ابتدرنا الحجاب. يجي حد مش فاهم ولا عنده علم يظن ابتدرنا الحجاب ان هم كانوا قاعدين قدام سيدنا النبي من غير حجاب. لا طبعا، ابتدرنا الحجاب يعني دخلنا حاجز وراء الستارة. تمام. فاسألوهن من وراء حجاب. الحجاب اللي بتلبسه الست لم يأتي في القرآن بمعنى الحجاب خالص، إنما الحجاب أتى في القرآن الكريم بالحاجز الذي يحجز شيئا عن شيء. فابتدرنا الحجاب يعني دخلوا في أوضة تانية وراء ستارة. فسيدنا النبي دخل، سيدنا عمر لقي سيدنا النبي بيضحك. أضحك الله سنك يا رسول الله، ما يضحكك؟ قال حدث كذا وكذا وكذا. فسيدنا عمر قال يا عدوات أنفسكن، ده أنتوا عدوة نفسكم، أتهبنني ولا تهبن رسول الله عليه أفضل الصلاة. فهم قالوا لسيدنا عمر أنت أغلظ وأفظ من رسول الله، وإيش كده أنت أغلظ من سيدنا النبي. فابتسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر، والذي نفس محمد بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يعني ما لقيك الشيطان في طريق إلا سلك طريقا آخر غير طريقك. أولا لابد أن نعلم أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يخشاه الشيطان أكثر من سيدنا عمر، وسيدنا أبو بكر الصديق كان يخشاه الشيطان أكثر من سيدنا عمر. طب ليه ظهرت في سيدنا عمر؟ هل هي كرامة من الرحمن؟ وارد. عطاء إلهي من الله عز وجل؟ وارد.
لأن معظم الصفات اللي كانت في سيدنا عمر كانت موجودة في كثير من الصحابة، لكن واضح أن المسألة فيها عطاء إلهي، فيها كرم إلهي، فيها مزيد علم من سيدنا عمر بمداخل الشيطان، دي نقطة مهمة تانية، فيها مزيد قمع للهوى، لأنه الشيطان بيتسلط على الإنسان بالهوى. طب أنا عايز أسألك بقى سؤال، اتفضلي. فين حال الشيطان إيه مع الصحابة؟ وارد جدا يوسوس ليهم، والصحابة كانوا بشر. ما ده عشان كده بسأل حضرتك. طبعا، لكن هم أولا لابد أن نعلم أن صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أتقى الناس قلوبا وأنقى الناس أفئدة، ومن أعظم خلق الله عز وجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختارهم الله لصحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا بينتصروا عليه أفضل الصلاة والسلام، كانوا بينتصروا عليه طبعا. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه. تلاحظ حضرتك معظم الأنبياء السابقين لم يهتم القرآن بذكر من هو من أصحاب النبي، يعني تلاحظ مثلا سيدنا موسى حوالي من أخوه بس، سيدنا يعقوب ولاده، سيدنا يوسف، إنما سيدنا النبي محمد ذكر الله عز وجل صحابته كثيرا، متكلم عنهم وعن صفاتهم وعن سبقهم وعن هجرتهم في سبيل الله وتركهم لأموالهم وديارهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، والذين تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا مهاجرين وأنصار، شيء عظيم جدا. فلازم كل واحد فينا وبيتكلم عن الصحابة يلزم غرزه ويعرف قيمتهم طبعا، ويعرف قدرهم، وإن حبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. وإحنا بنتعبد الله عز وجل بنعبد ربنا باحترامهم وتقديرهم، وما حدث بينهم نكله إلى الله عز وجل. حدش يقول لي أصله فيها حصل فتن كذا حصل كذا، أقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كانوا أكثر الناس انتصارا على الشيطان لقربهم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقوة الإيمان، لازم نعلم ذلك. فسيدنا عمر علشان هو كان عنده مزيد علم، لأن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، رأى أنه بيشرب لبن، شرب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لبن، وبعدين فضل منه شوية لبن فداهم لسيدنا عمر، داهم لمين؟ لعمر، وعمر عمر لوحده. يا رسول الله ما أولت ذلك؟ قال: العلم. يعني عمر عنده علم، وقال لو كان فيه نبي بعدي لكان عمر. وبعدين شاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، وطبعا رؤيا الأنبياء غير رؤانا، رؤيا الأنبياء وحي من الله عز وجل، إنما احنا ممكن العمليات مختلفة خالص يعني. وأي حد يشوف أي حاجة يقول لك أنا شفت رؤيا. الله أكبر. طب أبوك بيقول لك الشيخ رمضان له عندي 1,000,000 جنيه، قابلني وهاته أنا وأنت بقى. أي بالظبط يا فندم. لا مش هنسى سعادتك لازم. فاحنا ما بناخدش أحكامنا ولا ديننا من الرؤى والأحلام. الرؤى والأحلام 3 أقسام لازم كلنا نخلي بالنا منهم علشان نخلص الموضوع كله. 2 لا يؤولان، واحدة بس اللي تؤول. لأن رؤية، أي رؤية وحشة بتضايقك بتحزنك بتخوفك، دي من الشيطان ولا تؤول، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهقول لك دعاء حلو قوي قوي، قول بعد ما تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتمسك وما تحكيهاش وتقلب على جنبك التاني، قول: أعوذ بما عازت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي هذه وأن يصيبني منها ما أكره في ديني ودنياي. دي نقطة مهمة. لو شفت حاجة مضايقاك، لو شفت حاجة زعلتك، لو شفت حاجة مخوفاك على نفسك أو على أولادك، اعمل اللي بقول لك عليه ولن تضرك. شفت حاجة وحشة، انقلب على جنبك الآخر، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادفل سلاسا على الجانب الآخر، امسك ما تحكيهاش، لا تبحث عن تأويلها حتى لا تضرك، قول هذا الدعاء اللي أنا قلته: أعوذ بما عازت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي هذه وأن يصيبني منها ما أكره في ديني ودنياي. خلص الموضوع ده رؤية. في ممكن نوع تاني. طب احنا ليه مش المفروض ان احنا نحكي للرؤية؟ انا عارفة ان انت بتحبش تتكلم في ده، بس سؤال علمية بس. ليه ما نقولش؟ يعني ايه اللي بيحصل لما البلاء موكل بالمنطق؟ حضرتك تقعدي حد يقعد يقول ده انا شفت ان حد بيطير رقبتي، ده انا شفت ان حد بيموت حد من ولاده، طب ليه؟ البلاء موكل بالمنطق؟ لا طبعا. امسك لا تذكر الا الخير، عود لسانك انك تقول الخير. يعني حضرتك واحد شاف، يعني لما تبقى حلم بقى مش هنقول رؤية بقى، لما مش كده، مش كلمة رؤية اصلا كلمة عامة تطلق على الرؤية الحسنة والرؤية السيئة.
الرؤية ما يراه اللي احنا بنقول عليه كابوس. بالضبط، لأنه هو فيه في اللغة العربية ما بين رؤية بالألف ورؤية بالتاء، رؤية بالألف ما يراه النائم، رؤية بالتاء ما تراه البصر. ولذلك لما يقول إيه أخبارك إيه، يقول والله إحنا بخير لا ينقصنا إلا رؤياك، نشوفك النظر ليك، وده غلط. أقول لا ينقصنا إلا رؤيتك، لأنه رؤياك طب نام هتشوفني في الحلم. هاجي لك هناك. طيب ناخد أم العين. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ازي حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله بخير دايما. ازي شك رمضان؟ الله يسلمك يا فندم. ازيك عامل ايه؟ الله يكبر خاطرك ويكبر بخاطرك يا رب، ويبارك لك في ولادك. امين يا رب. امين يا رب. معلش انا عندي بس سؤال. واولادكم جميعا. امين يا رب. اتفضلي. دلوقتي انا ما بكلمش اهلي، كان حصل معايا مشكلة انا وجوزي، مشكلة كبيرة قوي وثبتت فيها شهر. المشكلة دي كانت بسبب جيراني وكده، واتكلموا عليا كلام وحش، واهل جوزي وكده برضو اتكلموا عليا كلام وحش وخربوا بيتي. فانا عندي اخين كبار، يعني واحد كبير وواحد صغير. فالصغير ده انا ما بكلمهوش خالص، وما بكلمش والدتي ولا بكلم اختي الكبيرة. ليه كل ده؟ حد حاليا. ليه؟ بسبب ان هم كانوا مصدقين، وان هم ما حاولوش حتى يفهموا مني انا. هو كل حاجه كانوا مصدقين اللي جارتي دي قالته، واللي هم بيتكلموا عليا. فانا من ساعتها غبت الشهر، اول ما مشيت وجوزي جه خدني ما اتكلمتش مع حد غير اخويا الكبير. فانا دلوقتي في عليا عذر ان انا ما بكلمهمش؟ هي مش والدتي، هي مرات بابا. واخوكي واخواتي وجوزي برضو ما بيكلمش اهله اللي هو والدته برضو، والدته واخواته، لان هو يعني هم مسببين له برضو مشاكل كتير. يعني يمكن انا اول جوازي كنت دايما انا اللي بحننه عليهم. وكلمناه وما فيش اي حاجه، وكانوا بيجوا وما فيش اي حاجه. فطبعا لما حصل المشكله دي فهو ما بيكلمهمش بسبب ان عرف. بقالكوا قد ايه بقى انتوا مقطعين عائلتكوا كلها كده؟ انا كده بقالي 4 شهور. تمام. سامع حضرتك؟ لا بسالك بقالك قد ايه؟ بتقولي بقالك 4 شهور. ايوه. فانا عايزه وجوزك برضو. وجوزي برضو، بس هو قابل اخته وسلم عليها، بس هو كان من جواه مش عايز يكلم حد، ومش بيكلم مامته نهائي، وانا ما بكلمش حد ومش عايزه اكلم حد، لاني كلامهم ومعاملتهم ليا الشهر ده كانت وحشه جدا. طب وبعد كده الموقف اتصلح ولا زي ما هو؟ يعني نفس هم لسه مصدقين اللي اتقال عليه، يعني واخدين منك موقف هم كمان؟ ايوه. طيب حاضر حاضر. تبين عليها ذنب ان هي ما بتكلمش والدتها واخواتها، وان جوزها ما بيكلمش؟ رأي حضرتك ايه؟ لا ماليش دعوه. يا فضلت الشيخة حضرتك ردي. انا ما رضيتش ارد وهي معايا على التليفون. ردي اصل اكيد طبعا عليها ذنب. صار ايوه يا فندم، انا عايز اوصل للناس، لا انا بقول لسعادتك ليه؟ صار شيء معلوم من الدين بالضروره. يعني مش محتاج ان انا اسال شيخ، ولا محتاج ان انا اقاطع حد وانا اشرعن هذا الامر. هو المتصله الكريمه حد عارف ربنا، فقلقانة من جواها. هي مرات باباها، بس ما دام هي قالت في البداية أنا ما بكلمش أمي، فهي أعتقد إنها كانت بالنسبة لك بمثابة الأم، فتعتبر في نفس المكانة أعتقد. طبعا يعني طبعا. وبصي يا هانم، حتى لو الموضوع مش في نفس المكانة، إحنا ما أمرنا بالتقاطع ولا أمرنا بالعداوة. العداوة اتباع لخطوات الشيطان. صحيح. الأصل يا فندم أن نعيش جميعا في سلام. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هنا الإسلام، السلم السلام، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يبقى السلم السلام والإسلام هو الأساس. طب والحرب والشحناء والبغضاء ده خطوات شيطان. احنا عايشين مع بعض نعيش في سلام. طب اللي يستاهل حبي احبه،
واللي ما يستاهلش حبي استخسر فيه كرهي. ده مهمة جدا. انا مش فاضي للكراهية، انا مش فاضي للغل والحقد، انا مش فاضي للشحناء والضغط. ما تدوش فرصة انه ياخد من حسناتك بس، وانا عندي اهداف وانا عندي نجاح عايز اجري وراه، انا عندي رضا ربنا عايز اتعلق بيه. فاحنا لو قعدنا يا فندم ندور على ده، مين فينا ليس فيه خطأ؟ طبعا. فحضرتك احنا لو ما عديناش احنا هنعادي كل الناس. صحيح. قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نزل سيدنا جبريل ده بيخلص الدين، ادي الملخص، إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك وتصبر على ما أصابك. هو ده الدين. عارف إن الموضوع مش سهل، لكن أنا عندي إنه لو فيه حب هنحب بعض، طب ما فيش حب مش هنقاطع. نقطة مهمة جدا وأنا دايما بقولها للناس، إحنا ليه ما عندناش وسط؟ المساحة والمسافة بين العداوة والحب كبيرة، ينفع فيها ناس كتير. يعني إحنا ما عندناش وسط. يعني إيه؟ يعني نحب قوي يا نكره قوي، هي دي. نزعل قوي نفرح قوي، يحب يلي شوشته. طب وإذا كره يا رايح كتر فضايح، اقفل الباب واديله وعداوة. إيه يا عم في إيه؟ ما تهدى. يا إما حبيبي إما عدو. لا، ليس كل من لا يصلح أن يكون حبيبا ليس شرطا أن يصير عدوا. ما في مساحة رمادية في النص، في معارف، في ناس، في زمايل، فيه كذا، ولا يصلح أن يكون حبيب، لكن له حق المعرفة، له حق الزمالة. خليه في الزمالة، خليه في التواصل العادي. اتقابلنا هنسلم، جات مناسبة هنتكلم، جات ظروف هو فيها هنزوره ونعوده، وخلص الموضوع. احنا مش متواصلين على سبيل المحبة والمودة، ولا متقاطعين على سبيل العداوة. أرجو فهم ذلك، ده خلاصة الموضوع. هي بالبلدي كده يتحط كل واحد في المكان الصح بتاعه. بس ولو هجرنا اهجرهم هجرا جميلا. طب ولو اعتزلنا، ده كمان صلة رحم. ده احنا كمان كده يعني احنا اتكلمنا بشكل عام شوية، لكن احنا بالأخص في الحالة اللي هي اتكلمت دي صلة رحم. أب وأم ولازم نخلي بالنا منهم، ونبوس إيديهم ونبوس دماغهم، الأب والأم، ونتواصل مع الإخوات. حتى لو هم تقاطعوا، إن عصوا الله فينا نطيع الله فيهم، من غير إذلال ولا كسر. إنما أنا مش مخاصم، أنا مش متشاحن. مع الأب والأم أنا هبوس التراب اللي هم واقفين عليه، مع الإخوات أنا هتواصل معهم ومش هأعادي حد. إن تواصلوا معي على راسي، إن لم يتواصلوا أنا لست من المتشاحنين ولا من المتخاصمين ولا من المتباغضين. لكن ممكن أعمل هجر جميل، ممكن أعتزل ما يؤذيني دون خصام ودون شحناء. هتواصل في المناسبات، هنتقابل، هنسلم. يعني هو الموقف اللي قالت عليه لجوزها عمله، قلت لك هو قابل أخته فسلم عليها، يعني ده إلى حد ما كويس. ما يبقاش فيه خصام، بس يبقى فيه ود، في تواصل، وفي تواصل بينهم. نعم. وبين بعض. طيب سيدنا عمر كان زاهد. نعم. يعني ايه هو؟ احنا عايزين نفهم الناس معنى الزهد. ايه؟ نعم يا فندم، معنى الزهد. ايوه بالظبط، دي نقطة مهمة جدا. لانه الناس فهمت الزهد غلط، وربوا الناس على خطأ. الناس فهموا زمان وكتبوا مجلدات الزهد. والزهد يعني ايه؟ اعتزال الدنيا والحياة. ايوه، ده صح ولا غلط؟ اعتقد انه غلط. ابو الغلط نفسه. طيب. ايوه يا فندم صح، الله ينور عليك، اجابتي صح. مفيش حاجه اسمها اعتزل الدنيا. انا لما اعتزل الدنيا من يعمرها؟ انا لما اعتزل الدنيا مين يصرف عليا؟ بالظبط كده. انا لما اعتزل الدنيا مين يصرف على اولادي؟ يبقى اتخلقنا ليه في الدنيا اساسا؟ الله. طب هو ربنا بيقول لي ايه؟ يا ايها الذين امنوا، شوفي بقى، شوفي انا معتزل الدنيا ولا لا. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الايه؟ الجمعه. يوم ايه يا فندم؟ الجمعه. فاسعوا الى ذكر الله وذروا الايه؟ البيع. يعني يا جماعه لما يحصل اذان الجمعه يلا اتفضلوا الى الصلاه، واتركوا الايه؟ البيع. خلي بال معاليكي، ما قالش اتركوا السرير ولا اتركوا البيوت، لا خالص. العمل. ولا اترك القعده قدام التلفزيون، ولا اترك القعده على الانترنت. ده الراجل يوم الجمعه ما عندوش يوم اجازه، ده شغال حتى يوم الجمعه حتى الاذان. طب رحت انا الجامع وصليت وخلصت، ريح بقى يا مولانا. لا، ما فيش الكلام ده. قوم بقى اشتغل. فاذا قضيت الصلاه فايه؟
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. دايما كلمة ابتغاء فضل الله التجارة. يبقى فين الزهد يا جماعة؟ لازم نفهم الزهد مش معناه ترك الدنيا، الزهد مش معناه الفقر. ما ربنا غلط أصلا. ده علموا الناس أن يطلب من ربنا الفقر. حديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، ده أصلا ليس حديث. لا إذا أول مرة اسمعه. وفي حد يدعي كده؟ أيوة والله، أيوة أيوة. العلماء قالوا ده من أضعف الأحاديث، وإن صح فمعنى المسكنة هنا بمعنى التواضع. إنما ربنا قال على أعداء الإسلام وضربت عليهم الذلة والمسكنة. تطلب من ربنا أن ربنا يحييك فقير ومسكين وغلبان ومكسور الجناح ومذلول، ما تطلب من ربنا القوة والغنى. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان صباحا ومساء يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. يعني مين أخل الكفر؟ الفقر. طب وبعدين يطلب من ربنا الغنى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ويقول اليد العليا خير من اليد السفلى، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. يبقى احنا لازم نفهم الزهد على ايه يا فندم؟ على انه ليس تركا للدنيا ولا اعتزالا لها ولا الجلوس في صوامع ولا الرهبنة اطلاقا، انما الزهد في الدنيا انك تكون اغنى واحد. طيب. لكن الدنيا في نقولها بعد هذا الفاصل. بس خلص فضلت الشيخ طلعنا فاصل. اتكلت عليك في كل أحوالي. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. ناخد أم آدم. أم آدم اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة لميا أهلا وسهلا. أنا نفسي أكلمك من زمان. نورتيني. ونفسي أكلم الشيخ رمضان. أهلا بيكي. اهلا بيك. الله يبارك لك. انا بعزك قوي، ربنا وحده عالم. نفسي اكلمك واسمع صوتك من زمان. ربنا يسعد قلبك ويرضيكي. الله يبارك لك. أمين. يا رب يبارك في ولادك يا رب. امين يا رب. انا عايز اسال بس كم سؤال معلش. اتفضلي. انا في حد بيساعدني مساعده يجيب لي علاج او اي حاجه، بس المساعده دي بديها لامي واخواتي لان هم محتاجين، هل انا كده بضحك عليه او حرام؟ تمام. ده سؤال. وعلى طول بعمل يعني لو عملت اكل او اي حاجه في بيتي بحس ان انا مقصره ان امي وابويا ما دقوش منه او ما كلوش منه، ببقى زعلانه وقلبي واجعني ان الحاجه الحلوه عشان هم يعني حالهم على قده. والله انت جميله. بحس كده ان انا يعني صعبان عليا ان انا الحاجه الحلوه دي اكلها او الاكله الحلوه دي اكلها من غيرهم، وقلبي واجعني عليهم على طول لان ظروفهم على قدهم، وعلى قد ما بقدر بحوش اي حاجه من مصروفي وبروح اجيب لهم اكله حلوه اي عصير اي حاجه. الله يبارك لك يا شيخه. وبحس ان انا مقصره معاهم، وبحس ان انا مش قادره ان انا اساعدهم، وبحس ان امي تعبانه وبتبقى عايزه علاج على طول، بس انا على قد ما بقدر مش عارفه اعمل ايه، وبحس ان انا على طول الوقت مقصره معاهم ومع اخواتي ومش عارفه اعمل لهم حاجه حلوه في حياتي لان انا على قد، بس على قد ما بقدر بعمل لهم. تمام. ده شيء تعبني قوي، حاسه ان طول الوقت ان انا مقصره معاهم، ونفسي ربنا يديني عشان اساعدهم. ربنا يرزقك يا رب. ونفسي اطعم امي كل حاجه كل حاجه عشان هي تعبانه، بس ما ببقاش قادره. انا عندي ذنب او انا مقصره معاهم في حاجه؟ حاضر. وفي حاجه تاني. اتفضلي. انا جيراني بحبهم قوي، وناس جيراني كده معينين بحبهم قوي، وهم يعني خدوا ذنبي لوحدهم. انا زعلانه على ان هم خدوا جنب وزعلوا مني. طب هم خدوا جنب منك ليه لوحدهم؟ ما اعرفش، هم قالوا ما اعرفش، الله اعلم ما اعرفش. طب ليه ما حاولتيش تساليني؟ حاولت مره واتنين تقول لي حالتي نفسيه تعبانه. طب يمكن عندهم ظروف. ما اعرفش، بس انا على طول بجيب سيرتهم زعلانه، حابه ان انا اجيب سيرتهم كده واتكلم عشان انا بحبهم. ده حرام اللي هو ايه اللي حرام؟ ان انا على طول بتكلم، ايه افضل اقول انا حلوه معاهم، انا بحبهم، انا بعزهم كده، يعني زعلانه على زعلهم ان هم زعلانين مني من غير سبب. ما هم كده مش زعلانين منك، ما الست قالت لك ان هي عندها ظروف. هي بقى بتقول انا ما اعرفش، بس انا يعني بحب اجيب سيرتهم واتكلم عليهم
ويعني مع اخواتي مثلا، واقول بتكلم عليهم انا كنت حلوه معاهم، انا كنت بعمل ما اعرفش هم خدوا جنبي ليه، انا مش عارفه ايه السبب، هل انا ليا عذر او ذنب؟ حاضر ماشي. معلش يعني انا نفسي اكلم الشيخ رمضان يعني اتواصل معاه. طب سيبي رقم تليفونك في الكنترول. طيب دلوقتي حد بيديها فلوس بيساعدها بيها، فهي بتاخد الفلوس دي تديها لاهلها عشان تساعد اهلها، هل عليها ذنب ان الشخص ده ما يعرفش هي ان الفلوس هتديها لحد؟ والله هو الاول يعني ربنا يبارك فيها على قلبها الجميل وانسانيتها الحلوه وبرها بوالديها رغم ظروفها اللي على قدها، فما شاء الله نموذج حلو كده. ربنا يبارك فيك يا رب يا ام ادم، وبارك في اولادك وجوزك وبيتك يا رب، ده كلنا بنحييكي. الامر الثاني انه طالما الشخص ده بيساعدك وانت فعلا تستحقين المساعده، الهبه والصدقه يا استاذه لمياء في الفقه تملك بالقبول. يعني ايه تملك بالقبول؟ حضرتك هتتصدقي على حد هو فعلا يستحق الصدقه، فحضرتك اديتي له المبلغ فاخذه وروح، كده صار المبلغ ملك ليه ولا لحضرتك؟ ملك ليه، هو حر التصرف فيه. فاللي بتعمله لما اخذت الصدقه دي او الزكاه وديتها لوالديها هي ملكها، هي طبعا هو بقى ملكها، فاجرت على برها بوالديها. طب بس بشرط انها برضو ما تاثرش في حق جوزها وولادها، دي نقطه مهمه. فهي ليس عليها ذنب في ذلك، وما خدعتش الشخص، هي ست ظروفها على قدها وساعدها وادالها، عظمه في شيء مشكله، ووجب اجره ووجب اجرها وكتبت من البارين. طب نقطة من أول السطر دي مهمة جدا، ما تقولش للراجل حاجة، تحفظ ماء وجهها وماء وجه والديها، الراجل وجب أجره على الله كمعلومة ما تقولها لوش علشان تصون وجه والديها على ذلك، بس بشرط عدم التقصير في حق أولادها وزوجها وبيتها، يبقى فيه توازن. نقطة من أول السطر، بلاش الحساسية الزيادة، بلاش الحساسية الزيادة. يعني هي أنا بعمل كل ده ورغم ظروفها اللي على قدها ولسه بتتهم نفسها إنها تقصير، بالتقصير لا، ربنا في القرآن الكريم قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الآية الثانية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلا وسعها في الطاقة والقوة، إلا ما آتاها في المال والفلوس، فانت على قد اللي معاكي اعملي دون تقصير في حقك ولا في حق جوزك ولا في حق اولادك، دي نقطه مهمه جدا احفظيها واعملي بها دون حساسيه مفرطه، دون حساسيه زياده. يعني احساسها ان هي بتاكل حاجه ونفسها ان اهلها يعني ما عندهمش ده، او انها نفسها ان هم ياكلوا زيها، وتأييد الضمير ان انا باكل من ده وهم ما بياكلوش. بصي حضرتك لو اللي بتاكله ده على قدها هي وعيالها خلاص، يبقى ده رزق، يعني رزقك ورزق اولادك، وممكن حضرتك تبقى تعمل وتدي برضه مفيش مشكله. طب لو زياده تقتطع منه وتدي بالظبط، يعني على قد ظروفك وعلى قد حالك من غير ما تلومي نفسك لوما زياده لا تصلي الى جلد النفس. نعم. طيب جيرانها بقى اللي هم يعني بتقول خدوا جنب وزعلانين مني، بس انا شايفه انه جارتها قالت لها انا نفسيا تعبانه، ربما يكون عندهم ظروف، ما هو محدش يعرف احوال الناس عامله ازاي، احنا بناخد بالظاهر وما نعرفش حقيقه الامور عامله ازاي. وحاجه ثانيه يا استاذه لميا، مع كلام حضرتك اللي بتقوليه ده رائع، الجيران انواع، في جيران يحبون التواصل الزياده وفي جيران لا، وممكن يكونوا تواصلوا في فترة وحسوا ان التواصل ده ممكن يكون سبب لمشكلة فاعتزلوا. ادي نقطة. وفي جيران يحبوا ايه؟ يبقى بالبلد كده منعزل لوحده ولحاله. طالما انك يا ام ادم ما صدرش منك شيء غلط يضايقهم، وهم واخدين بس جنب لظروفهم النفسية، لظروفهم اللي بيمروا بيها، ما تزعليش وملكيش دعوة بيهم، وسلام عليكم، عليكم السلام، صباح الخير، صباح النور، لو احتاجوا منك مساعدة انت موجودة، ما تجيبيش سيرتهم، ما تتكلميش عليهم لا بخير ولا بشر، خلاص الموضوع لانه ربما الكلام يتفهم غلط، ربما تقولي كلمة انت تقصدي بها خير فاللي سمعها منك سمعها بطريقة مش كويسة وصل لهم الكلام، ممكن تحصل مشكلة من لا شيء. بلاش
خالص، ندعي لهم بالهدايه واحنا جيران. وما دام قالت لك ما فيش حاجه اقتصري من غير خصام ومن غير مشاكل بالزبط. اسالي في الاوقات اللي هي تستدعي ان انت تسالي فيها. طيب ناخد ام احمد. ام احمد اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسال الشيخ رمضان، انا معايا ثلاث بنات وولد وابوهم متوفي. والولد قاسي عليا، مسكني ضربني من يومين وخنقني وخربشني ومبهدلني عشان عندي بنتي جارتي وظروفها وحشه بتيجي. عندك كام سنه؟ عندي 55 سنه. والولد سنه؟ والولد عنده 37 سنه. بيشرب حاجه؟ لا ما بيشربش، بس هو بيسمع كلام مراته. أمك وأنا اللي مربيه له ولاده الثلاثة. ومعايا ثلاث بنات، بنتي جارتي ظروفها وحشة تعبانة، وأنا بقى يعني بتاكل معايا، بيقبض المعاش أجيب لها علاج كده، بيتخانق معايا. دلوقتي مسكني ضربني وعامل عاهة في إيدي. ضرب حضرتك ليه؟ ضربني علشان بقول له إخواتك البنات غلابة، خلي الباب مفتوح لإخواتك. قال لي انت بتقبض المعاش وبتديهم. قلت له عشان اختك محتاجه انا بجيب لها العلاج وبساعدها في علاجها. المهم بقى مش طايقني في البيت، مراته بقى امك. هو حضرتك عايشه معاه؟ لا انا عندي بيت دورين اتنين، هو في اول تاني دور وانا في الاولاني. طب يعني كل واحد في شقته؟ كل واحد في شقته. عايزه ايه مراته بقى؟ مراته بقى مش عايزه اخلي بنتي تيجي عندي او بناتي يجوا عندي، عندها مشاكل معايا على طول. مفيش بقى، وابوهم متوفي وملهمش حد غيري، ولا عمي بيسال عليهم ولا خال بيسال عليهم، وانا ليا دلوقتي نص البيت، وبعد وفاه جوزي ليا التمن، يعني ليا نص والتمن، عايزه اكتبه للثلاث بنات عشان لما اموت يبقى لهم رجل يخشوا البيت. هل حرام ولا حلال؟ وابني ما بيصرفش عليا، مش عايزه منه حاجه، بس هو مبهدلني وبيشتمني شتيمه مش كويسه وبيضربني وبيخنوني. يا ساتر يا رب، مش عارف اعمل فيه ايه. والجيران قالوا له روح اشتكيه، انا اشتكيته لربنا، ربنا يعينك إيه؟ يا رب. حاضر. انا باخد ستي، باخد معايش على قدي ومش عايزه منه حاجه. انت عايز تكتبي نص البيت علشان البنات يبقى لهم رجل؟ عايز اكتب نص البيت. عارفه لما تكتبي نص البيت هيحصل ايه يا فندم؟ الثلاث بنات هيبقى لهم نص البيت، والنص الثاني ياخدوا التلتين. هياخدوا فيه. يبقى اخوهم صار ما يحصلش اوضه في البيت. انت عارفه كده؟ عارفه كده. حرام يا ست. انت قصدك ان انت تحرميه من ده؟ طب يعني انا اتبهدل يا شيخ رمضان؟ انا عندي 55 على رأي مش راجل في الكون، ولا بني ادم ولا انسان، ولا يعرف إنسانية، ولا يعرف رجولة، اللي يرفع إيده على أمه وعلى أي ست. والله ضربني. خلص الكلام. إنما تعملي كده أنت متجاوزة لحد من حدود الله. لا ما يكتفش. ما أنا قلت لك أهو، خلاص ربنا اتكلم عن المواريث وقال تلك حدود الله. أنت عايزة تطرد ابنك بعياله بره البيت؟ أنا مش عايزة. ما ينفعش يا ست. أنا حرام. عايزة أكتب لبناتي بس، مش عايزة أطرده. بارك الله فيك. أنا مش عايزة أطرده، أنا عايزة أكتب للبنات بس اللي كده. الله ربنا يصلح حالك. طيب تابعينا يا أم أحمد. الكلام واضح؟ ده هو هي لما هتعمل كده هي لا، وهيحصل بقى يعني كوارث عمر طويل. يا جماعة لما ربنا يقول قال الله نقول سمعنا وأطعنا. لما سيدنا النبي يقول قال الله نقول سمعنا وأطعنا. ما نتناقش بقى. إنما كان قول المؤمنين، ما فيهاش نقاش، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. غلطان من الأرض للسماء مليون مرة، ما فيهاش كلام. هو ده بني ادم؟ هو ده راجل؟ هو ده انسان؟ يرفع ايده على امه مهما عملت؟ ما بيبقاش ده ترابها كحل لعينك ولعين عيالك، ده انت ومراتك وعيالك تحت رجلين امك. لما تمد ايدك عليها ده انت مش راجل اصلا. وفي بني ادم
نفسه تحدثه انه يؤذي امه ده مش بني ادم. صح. او يؤذي اخته او يؤذي مراته او يؤذي بنته يبقى مش بني ادم، ده مش راجل اصلا، ده مش بني ادم اصلا. انت بتشطر على مين؟ ترفع ايدك على مين؟ ايه الكارثه اللي احنا فيها دي؟ طبعا اه والله العظيم طبعا كارثة. ده مصيبه والله كارثه، ده شرب ولا دماغ ضايعه ولا ده مش بني ادم ابدا، ده انسلخ من البشريه، انسلخ من الانسانيه. لكن هل الام تعمل كده؟ لا، حرام ولا يجوز. ربنا اتكلم عن المواريث وقال تلك حدود الله فما تعالجيش. عارفه معاليكي، هما ثلاث بنات يعني ثلاث بنات قدام ولد، الثلاث بنات هياخدوا اكتر من الولد، يعني متخيله معاليكي هيتقسم الموضوع كله على سهمين ونص، الولد ياخد سهم والثلاث بنات ياخدوا سهم ونص، يعني هم هياخدوا اكتر من نص البيت كميراث شرعي. فتخيلي حضرتك لما هي تكتب نص البيت زائد التمن، التمن ده يعني نص الربع، لمين؟ للبنات كلها. اللي باقي كله اقل من النص، هم هياخدوا فيه اكتر من نص الباقي. يعني تقريبا كده الابن لما بعد عمر طويل ربنا يطيل عمرها ويحسن عملها، بعد الوفاه الولد تقريبا ممكن ما يلاقيش نفسه له اوضه هو وعياله. ساعتها هيحصل ايه؟ لا هيحصل حرب. هيحصل ايه؟ حرب. بين مين؟ بين الاخوات. ومين السبب؟ هي. احنا خايفين عليك. تمام. طيب نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. انا كل احوالي. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مره ثانيه. معنا النهارده فضيله الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنه العليا للدعوه بالازهر الشريف. فقرتنا فقره جمعيه البر والتقوى المصريه. فضيله الشيخ، واحنا بنتكلم عن الزهد، وحضرتك وضحت المعنى، ومن ضمن الحاجات اللي الناس ممكن تعملها لما تقولك انا زاهد في الدنيا وتاخد كل الفلوس اللي موجوده في بيوتها عشان خاطر يطلعوها صدقه، يقولك انا مش عايز حاجه من الدنيا، انا خلاص ماليش في الدنيا حاجه، انا عايز ارضي ربنا بس. ده صح ولا غلط؟ شوف يا حضرتك، هو احنا قلنا انه معنى الزهد الحقيقي انه انا ابقى قوي في الدنيا على قد ما اقدر، وغني بفضل الله وحده، وعندي فلوس كتير جدا، وعندي وعندي وعندي، بس الدنيا كلها في ايدي مش في قلبي. ادي الزهد الحقيقي، ان انا املك كل شيء ولا يملكني شيء. الزهد الحقيقي يا فندم مش معناه اعتزال الدنيا ولا الفقر والمسكنه والذل، لا خالص. الزهد الحقيقي ان الدنيا تبقى في ايدك مش في قلبك. الزهد الحقيقي انك بتتصدق في سبيل الله رب العالمين. الزهد الحقيقي انك شايف ربنا في كل شيء. يعني سيدنا عمر بن الخطاب كان من ازهد الناس، وكان عنده الاكل الحلو جدا ويتركه وياكل ما هو اقل منه. لما بيسالوه قال حتى لا يقال لي يوم القيامه اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فهو الناس فاهمين الزهد غلط. سيدنا عمر كان يزهد وعنده كل شيء، وتاجر قوي جدا، وعنده فلوس، وعنده فلوس بيتصدق بها في سبيل الله لدرجه انه يتصدق بنصف ماله كله. انما السؤال اللي حضرتك بتقوليه انه يخرج كل ماله للأعمال الخيرية، لا. أمال ولادك هتتركهم لمين؟ بالظبط. لما جه سيدنا سعد بن أبي وقاص وقال له يا رسول الله إني ذو مال وما عنديش غير بنت واحدة، ده كان في فترة من الفترات، بعد كده طال عمره وأنجب تاني كتير، فأنا عايز أطلع مالي كله لله. قال له لا. قال له طب التلتين؟ قال له لا. قال له طب النصف؟ قال له لا. أمال إيه يا رسول الله؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. صحيح. وبالتالي فكأي بني آدم ذو مال عنده فلوس كتيرة من حقه يتصرف في حدود تلت ماله كله كصدقة في سبيل الله، كوقف في سبيل الله، كصدقات جارية، كعمل خير يستمر له في حياته وبعد مماته. ممكن حد مليونير أو ملياردير وما شاء الله ادى لاولاده كتير وادى لهم ما فيه الكفايه وشقق وعربيات وعنده ما يكفي انه وعنده ما يكفي وعايز يعمل لنفسه ولله عز وجل، يعمل يساهم في بناء مستشفى او يبني هو يبني مسجد او يساهم في بنائه، يعمل اعمال خيريه، من حقه انه يقدم لله رب العالمين.
لأن ربنا قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ومن نعم الله عز وجل علينا زي جمعية البر والتقوى، لأنها تصل لما لا نصل إليه، وتعرف ما لا نعرف نحن، وتدرس اللي احنا ما نقدرش ندرسه، وعندها من لجان المتابعة ولجان الدراسة ولجان الصيانة ما ليس عندنا، فهي بتساعدنا في ده، فصارت وكيل لنا في توصيل الصدقة إلى مستحقها، وكيل لنا في عمل الصدقات الجارية، وكيل لنا في عمل وقف لله عز وجل، وكيل لنا في كل أعمال الخير اللي بتعلن عنها وانت تابع معها. صحيح. نعم. يعني احنا دايما بنعرض تقارير للجمعية، ودايما بنعرض المبادرات اللي بتقوم بيها الجمعية، وان هم قد ايه بيعرفوا يحطوا كل حاجة في مكانها الصح، ويعملوا كل حاجة في وقتها الصح. زي ما احنا بنتكلم كده على المية، بنيجي في فترة الحر قوي تلاقونا بنتكلم كتير قوي عن مبادرات اللي بتقوم بيها الجمعية فيما يخص المياه. خلينا نتكلم عن محطات التحلية، وهي خطوة مهمة جدا خدتها الجمعية. من الأعمال الحلوة قوي العظيمة جدا النافعة جدا للناس، وأنا شفت ذلك بنفسي، رأيت ده فعلا، محطات التحلية قد إيه ما شاء الله عمل متميز جدا، محطات عملاقة قوية جدا. أنا شفت المحطات من برة وشفتها من جوة ودخلتها، شفت المواتير شغالة إزاي، وشفت الخزانات، وشفت الحاجة الجميلة، لأنه الجمعية ما شاء الله بتخطط وبتنظم، فدايما سابقة بخطوة في محطات تحلية. طبعا محتاجة كهرباء، تخيل حضرتك بدأت تعمل بالطاقة الشمسية، جاب شرائح وركبها فوق المحطات التحلية، وبدأت المحطات تشتغل بالطاقة الشمسية، بتعمل حصر. أنا عندي المحطة دي هتتكلف مثلا 100، فحد باعت أنا عايز محطة تحلية، يجي كاتب اسمه وهيكتب ايه، تمام، اكتب 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 اكتب، كملت المبلغ اللي هيتعمل به محطات التحلية، بعمل المحطة وابدأ كل واحد اكتب اسمه. هو عايز نكتب عائلة كذا، ماشي، عايز نكتب فاعل خير، بيكتب زي ما حضرتك شايفة كده، شايفة صدقة جارية لفلان الفلاني، صدقة جارية لعائلة كذا. في ناس بتقول أنا مش عايز أكتب اسمي، في بيجي كاتب اكتب، نكتب فاعل خير. بمناسبة الأسامي، عشان في ناس وسؤال اتكرر كتير، هو احنا نكتب الأسامي ولا ما نكتبش الأسامي؟ هل فيها حرمانية ولا لأ؟ أولا ككتابة أسماء كإظهار صدقة يجوز، قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوه الفقراء فهو خير لكم، قال الله عز وجل الذين ينفقون في سبيل الله بالليل والنهار سرا وعلانية، ربنا قال كده، قال سرا وعلانية، يعني أنا ممكن أعلن الصدقة إذا كان هناك داعي لذلك، بس المهم نيتي إيه. أنا ممكن أعلن الصدقة علشان يقتدي الناس بي، ممكن أعلن الصدقة وأظهرها عشان يتعلم الناس مني أو أعلم أولادي، ممكن أعلن الصدقة ليدعو الناس لي، المهم أنت نيتك إيه. إن كنت تعلن الصدقة رياء ومنظرة تترسم على الناس ضاع أجرك. صح، تمام، ضاع الأجر. ليه؟ لأنه كده رياء، ده كده مشكلة كبيرة وإنت جدا، وأنت أكتر حد عارف نفسك بقى أنت بتعمل ده ليه. بالظبط، ونهى الله عز وجل عن ذلك، ينفقون أموالهم رئاء الناس، دي أزمة كبيرة جدا، رئاء الناس يعني شوفوني حتى يراه الناس. أول ناس تسعر بهم جهنم الذين يتصدقون رياء ومنظرة وسمعة، أول ثلاثة يلقوا في جهنم منهم المتصدق الذي يرائي الناس، يقف بين يدي الله عز وجل، ربنا يعرفه نعمه، أنا اديتك مال واديتك كذا وأغنيتك، ما فعلت؟ يقول له ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت في سبيلك، فربنا يقول له، لأن ربنا العالم بالأسرار والنيات والمطلع على الخفيات، يقول له كذبت، فالملائكة كلها تقول له كذبت، إنما تصدقت ليقال متصدق، وقد قيل فقد أخذت أجرك فلا أجر لك عندنا. والعالم اللي بيتمنظر على الناس، والمجاهد اللي طالع للرياء، ثم تلا قول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فاحذر الرياء في الصدقة. صحيح. إنما أنا أظهر الصدقة من أجل أن يتعلم الناس لا مانع، أظهر الصدقة من أجل أن يقتدي الناس لا مانع، أظهر الصدقة واكتب يافطة باسمي على هذا العمل من أجل أن يدعو الدعاء الناس لي لا مانع إطلاقا حتى يتذكره الناس بالدعاء. طيب نروح نشوف تقرير خاص بجمعية البر والتقوى ونرجع لحضراتكم مرة تانية.
مش بس بكوا، ده فاضت أعينهم من الدمع بعد لما انفردوا بنفسهم وبعدوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم والناس، والسبب إنهم كان عندهم حزن شديد عشان ما عندهمش اللي ينفقوه، وده كان حال الناس اللي عندها رغبة صادقة وفعلا عايزين ينفقوا. طب لما يكون إحنا عندنا اللي ننفق منه بس الشيطان بيضحك علينا وبيخلينا نأجل، أو إحنا بنسوف يعني نقول بكرة بكرة، الوقت مش مضمون والعمر مش مضمون. والنهاردة دي رسالة خير من جمعية البر والتقوى، وإحنا في مزرعة البر والتقوى وفي المساهمة مع مزرعة البر والتقوى خير كبير. وزي ما إحنا شايفين النهاردة ده يوم الحصاد، حصاد ثمار البلح والنخل اللي بيعيش سنوات عديدة، واللي ربنا سبحانه وتعالى امتن على العباد وذكر في القرآن الكريم والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. انتبهوا يا أيها العباد إلى هذه الثمرة، فيها العديد من الفوائد، وكل من يساهم في زراعة النخيل له خير كبير لأنه بيمتد لسنوات عديدة. رصيد الخير بيوصل لك سواء في حياتك أو بعد مفارقتك للحياة. كمان مزرعة البر والتقوى فيها العديد من الخضروات، في دلوقتي حاليا زراعة 20 فدان من المحاصيل اللي كلنا بنحتاجها في بيوتنا، الطماطم والباذنجان، وكان في محصول البصل. ومن خلال الفرق المتخصصة اللي بتقول دلوقتي نزرع محصول ايه هيكون ده وقته وكمان مفيد للناس، والمزارع السمكية والزيتون، يعني ثمار عديدة، خير كبير هيوصل لك نتيجته لما حد يدعي لك بظهر الغيب، لما ياكل من ثمار المزرعة أو يستفيد من خيرها، لما تكون أنت سبب في تفريق كرب رب أسرة كان بيدعي ربنا سبحانه وتعالى أنه يرزقه بمصدر دخل عشان يكفي أولاده خال السرور عليهم. كمان لما تكون سبب في وصال الأدوية لمريض جاله الدخل من مزرعة البر والتقوى، ساهم وشارك في مزرعة البر والتقوى، وافتكر اللي يدخل دايرة الخير لازم يجد الخير. يعني هو فعلا ليدخل دايرة الخير لازم يلاقي الخير، ربنا عنده خير كبير جدا. من أمتع ما يكون عمل الخير وجبر خاطر الناس. صحيح، لأن احنا أمة الخير، أمة الخير، احنا أمة رب أساسها الخير، وربنا أمرنا بالخير. ولذلك قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. احنا أمة فعل الخير. صحيح. احنا أمة إيجابية، أمة شغالة على طول، أمة بتعمل على طول. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا على كل مسلم صدقة، كله لازم يتصدق. يا رسول الله أرأيت إن لم يجد؟ قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. يا رسول الله أرأيت إن لم يعمل؟ قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يا رسول الله أرأيت كذا أرأيت كذا أرأيت كذا؟ مش هيأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. قال يعين مغلوبا. طب هو مغلوب، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسك الأذى عن الناس، يمسك الشر عن الناس، فإنه صدقة يتصدق بها على نفسه. لا هتتصدق، هتتصدق، لازم تتصدق. معاك فلوس تصدق، طب ما معاكش فلوس اشتغل وتصدق. طيب مش قادر تشتغل أؤمر بمعروف، الأمر بالمعروف صدقة. طب مش قادر إلا حد على فعل الخير. بالضبط، لازم تبقى إيجابي، لازم تشتغل. حتى لو انت مش قادر خالص لم شرك عن الناس، أؤمر ناس بالخير. يعني انت مش قادر تعمل خير، دل الناس على الخير، كن طاقة نور، كن طاقة خير. انت رايح تعمل خير ما تروحش لوحدك، انت رايح تصلي الجمعة ما تروحش لوحدك، انت رايح تحضر درس علم
ولا خطبه، ما تروحش لوحدك، رايح لجمعيه البر تتصدق، خد حد معاك، حتى ان لم يتصدق عرف طريق الخير، كل ما هو تصدق انت اجرت على ذلك. يلا يبقى كل واحد فينا طاقه خير، طاقه نور، لانه ما اجمل الحسنات الجاريه صحيح. وما أسوأ السيئات الجاريه. فتخيل حضرتك لما تدل حد على خير، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير له مثل اجر فاعله، من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. شوف بقى لما نتعلم حد او تدل حد على فعل خير فيفضل عداد حسنات طول ما هو بيعمل الخير انت كنت سبب فيه. الله يبارك في عمرك. ولذلك هو ربنا قال ولتكن منكم امه يدعون الى الخير، اعلى من في الاول قال افعلوا الخير، وبعدين قال فاستبقوا الخيرات، وبعدين قال سارعوا، انهم كانوا يسارعون في الخيرات، وبعدين وصل الى درجه لا انت مش تعمل خير بس، ده انت تدعو الى الخير وتعلم الناس الخير وتدل الناس على الخير، هو ده المؤمن. انت مش مجرد فاعل الخير بس، يعني احنا بناخد اجر وثواب واحنا بفضل الله ندل الناس على فعل، ده من اعظم ما يكون. يعني اللي احنا بنعمله ده احنا متشرفين جدا بيه طبعا. والله احنا جدا احنا بنخبر الناس على الخير وبندعو الناس الى الصدقه وبنعلم الناس الصدقه وبندل الناس ادي الخير يا جماعه، الجمعيه دي جمعيه خير، الجمعيه دي جمعيه البر والتقوى، جمعيه منظمه، جمعيه عندها صدق، جمعيه عندها امانه، والفكره جمعية ان مصدر ثقه. ما هو ده الشيء اللي ممكن يكون يقلق الناس. لا مصدر ثقه وانت بتدل الناس على الخير، فبتروح تطلب اللي انت عايزه وتختار المكان اللي انت تعمل فيه وبتتابع لانه فيه لجان. التنوع في اعمال الخير بيديك فرصه ان انت تتصدق على قد امكانياتك. بالظبط، وعلى قد قلبك فين؟ ما هو في حد من المتصدقين حابب قوي سقي الماء، تعال عندنا، في حد تاني حابب كفاله الايتام، تعال موجود، في حد تاني حابب علاج المرضى، تعال موجود، فده جمال وعظمه جمعيه البر والتقوى وقبل ذلك فعل الخير. صحيح، ربنا يتقبل يا رب. نورتني يا فضيله الشيخ، بشكر حضرتك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر اشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله. السلام عليكم.